مين منا ما سمع عن الـ AI؟ حسب رأيي هاي ثورة تكنولوجية حقيقية. أنا بعرف إنه جزء عندهم خوف من الموضوع، لأني بسمع حولي بقولوا أنا بفهمش بالموضوع، الإشي معقد بالنسبة لي. أنا بقولكم تخافوش من التكنولوجيا، جربوها استخدموها وراح تتطوروا. كل حياتي والتكنولوجيا جنبي من لما هات كانت فكرة ولحد هاي اللحظة. أنا فكرت غير شكل، فكرت لقدام ودمجت بين الجرأة وبين التكنولوجيا. أنا دايماً بختار التكنولوجيا وأكثر إشي متطور. تجرأوا عشان تتطوروا.